شيخ، هناك بعض الناس في إندونيسيا في الأموات قد يستمع بعض الناس يقرؤون القرآن والتسبيح والتهليل ويهدون الثواب هذا إلى الموتى ويقولون هذه بدعة أو لا يصل هذا الثواب إلى الموتى، كيف رأيكم هذا يا شيخ؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من كبار المحدثين وهو فقيه، لكن كونه محدث أكبر من كونه فقيه. رأى رجلا يقرأ سورة ياسين على القبر، عم يقرأ سورة ياسين، فقال لبعض تلامذته اذهب إليه فقل له إنها بدعة، يعني شيء ما فعله رسول الله ولم يفعله أصحاب رسول الله. فذهبوا إليه فقالوا إن هذه بدعة. واحد من تلامذة الإمام أحمد بجواره قال يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، ما تقول في فلان؟ قال ثقة، قال سمعته يقول اقرأوا ياسين على موتاكم. من ذكرها؟ ابن قدابة في كتابه المغني، حنبلي، هو حنبلي، ومع ذلك قال ليس بدعة. فقال استغفر الله، أتوب إلى الله، ارجع إليه فقل له يقرأ القرآن. وما ذكر في قصة رجوع الإمام أحمد عن النهي عن القراءة عند القبور هذه قصة غير صحيحة. ونقول أيها الكرام الفضلاء مستعين بالله تبارك وتعالى، روى أبو بكر الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفحة 88 قال أخبرني الحسن ابن أحمد الوراق، وركزوا معي في السند، قال حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا. لاحظوا من هذا الذي قال ذلك، قاله الوراق، وإلا فإن علي بن موسى الحداد أيها الكرام الفضلات لما يأتي عنه الكلام ستعرفون حاله تماما إن شاء الله عز وجل، لكن ركزوا معنا الآن في السند. وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه، فأخبرني قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل، طبعا محمد بن قدامة الجوهري ليس هو ابن قدامة المقدسي، ليس هو ابن قدامة المقدسي صاحب المغني وغيره حتى لا يحدث الوهم في الرجلين، فبين هذا والإمام أحمد سنوات وقرون. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة، قال كتبت عنه شيئا؟ قلت نعم، يعني قال له أخبرني إيش كتبت عنه. قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللاجلاج عن أبيه أنه أوصى أنه إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، يعني ألف لام ميم كده العشر آيات هذه، وخاتمتها آمن الرسول. فقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال أحمد ارجع فقل للرجل يقرأ كما كان يقرأ. يعني رأيتم هذا الذي احتج به هذا في هذا المقطع، وهذا الإسناد لا يحتج به. لماذا؟ لأن الحسن بن أحمد الوراق الذي روى عنه أبو بكر الخلال مجهول، وأيضا شيخه وهو كما قلت لكم علي بن موسى الحداد أيضا مجهول، أيضا مجهول، حتى وإن قيل في السند أنه صدوق لأن الذي قال ذلك هو الوراق، وقد بينا أن الوراق مجهول ويروي عن مجهول، ففي السند مجهولان، وهذا يضعف الرواية. وأيضا قال الخلال وأخبرنا أبو بكر ابن صدقة قال سمعت عثمان بن أحمد ابن إبراهيم الموصلي قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة ومع محمد بن قدامة الجوهري، فلما
قبر الميت جعل إنسان يقرأ عنده، فقال أبو عبد الله لرجل تمر إلى ذلك الرجل الذي يقرأ، يعني قال له روح. يعني الرواية الطريقة هذه فيها إضافات جديدة، أن مو أحمد اللي قال بنفسه رضي الله عنه رحمة الله عليه، لا أرسل واحد من الطلاب قال له تروح لفلان هذا فتمر على ذلك الرجل فقول له لا تفعل، لا ناهيا يعني جزمت الفعل. فلما مضى قال له محمد بن قدامة مبشر الحلبي كيف هو، ثم بعد ذلك إلى آخر القصة بتمامها التي ذكرت في الطريق السابق. وعثمان الموصلي لا توجد له ترجمة فلا يحتج به بروايته. بعد ذلك نأتي إلى الإسناد المذكور لابن عمر رضي الله عنهما، فلا يصح. كذلك يبعد عن الإمام أحمد رحمه الله أن يحتج بمثل هذا في إثبات حكم شرعي، أن يحتج بمثل هذا في إثبات حكم شرعي. كذلك عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج مجهول، كذا قال الذهبي في ميزان الاعتدال. وما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الذي هو الحلبي. طيب، ويقول ابن حجر في التقريب مقبول عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في مقدمة كتابه، وبما أنه لم يتابعه أحد على هذه الرواية فهي مردودة. هذا بالنسبة للكلام في هذه الرواية التي ذكرت في هذا المقام. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمله خلاص انتهى، إلا من ثلاث: صدقة جارية، العلم يعني المدرسة كذا، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد عم يدعي لأبوه إنه رباني بتعب علي وأنفق علي، الله يرحمه يرحم روحه الطارة، أو ولد صالح. القرآن أفضل أم الدعاء؟ كلهم. هل القرآن أفضل أم الدعاء؟ إن من القرآن ما هو دعاء، لما يقول الإنسان المسلم ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من القرآن ربي ارحمهما كما. لما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقد حسد على أحد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا قرآن وهو دعاء. نقول بدعة؟ كلام الله في شيء بدعة؟ هذا جاهل. الذي عليه أهل العلم من القواعد الأصولية قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي المسائل التعبدية المحضة إذا قام المقتضي لفعلها وانتفى المانع منها فلم تعمل مع توافر هذه الأحوال دل على أنه غير مشروع. أعيد، القاعدة الفقهية تقول المسائل التعبدية المحضة إذا قام المقتضي أو لفعلها، يعني قامت الدواعي لفعلها وانتفى المانع منها فلم تعمل مع توافر هذه الأحوال دل على أنه غير مشروع، يعني الترك هنا هو الصواب والفعل هنا غير مشروع. ولذلك فلا يشرع إهداء تلاوة القرآن لا لحي ولا لميت، لأن هذه عبادة ورتل القرآن ترتيلا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما أو عن أصحابهما كما في الصحيح. فهذه عبادات محضة، ولذلك الذي يقرأ القرآن وهو عليه ماهر مع سفرة القرم البرد، والذي يقرأ إذا تعتع فيه له أجر، من حديث عائشة في الصحيح. وأيضا من قرأ حرف من القرآن فله به حسن وحسن بعشر أمثال، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف كما عند أهل السنة. والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وربنا تبارك وتعالى يقول
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فكل هذه الأشياء التي تدل على هذه العبادة مقتضاها كان قائم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والناس في حاجة إليه، لأن كثير من الصحابة ما كان يحسن القراءة، بل إن النبي كان أميا بأبي أمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي يجدنا مكتوب عنده في التوراة والإنجيل الآية. وكثير من الصحابة قد ماتوا وهم على الإسلام، فكان المقتضي قائم على ذلك، قائما على ذلك، لكنه لم يعرف هذا لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من قوله، ولا من تقريره، ولا من حظ الناس عليه. وفي الصحيح أن الله ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا دل أمة على كل ما ينفعهم وحذر من كل ما يضرهم. ولا في أحد الصحابة الذين هم أحرص على الخير وأعرف بطرقه. فلذلك كل هذه تدل أنه غير مشروع، أنه غير مشروع. ولذلك يقول الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى لم يرد في كتابه العزيز ولا في السنة المطهرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على الإهداء بقراءة القرآن لا للوالدين ولا لغيرهما، وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به والاستفادة منه وتدبر معانيه والعمل بذلك. لكن جاء إهداء الثواب في أمور أخرى وفي أدلة أخرى، سواء كانت للأحياء من العاجزين أو للموتى من الأقربين، مثل الصدقة، الدعاء، مثل البر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، كما في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس عند الحاكم وفي الترغيب والترهيب وحسن العلامة الألباني: سبع يجري أجرها للميت في قبره بعد موته: نهرا أجراه، بئرا حفره، نخلا غرسه، مصحفا ورثه، مسجدا بناه، علما تركه، ولدا صالحا يدعو له. فهذه هي الأمور. تصدق عنه يا أخي، أدي مثلا العمرة عن حج عن أبيك، واعتمري، اعتمر عنه. إذا أنت في بلد بعيدة ممكن ترسل من يحج ويعتمر عنه ويكون ثوابها للميت. الصدقة أيضا، زكاة، الدعاء، وهو أمر عظيم. فعلينا أن نتقيد بما ورد ونترك ما لم يرد أو ما فيه نزاع بين أهل العلم، لأن هناك من قال يجوز إهداء الثواب للميت في تلاوة القرآن، وخرجوه مخرج الدعاء كما ذكر صاحب كشاف القناع على الإقناع، لكن هذا دليل ضعيف ولا يرقى للحجة، وليس عليه دليل واضح كما قال الشيخ بن باز. فعلينا بما هو واضح أيها الكرام الفضلاء، ونترك ما فيه نزاع بين أهل العلم. والحمد لله أمور البر والخير كثيرة جدا. والمشهور عن الإمام أحمد الذي يرويه عنه كبار أصحابه النهي عن القراءة عند القبور. قال أبو داود السجستاني في مسائله، وهذا من تلامذة أحمد صاحب السنن: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا، يعني لا تجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف وعليه قدماء أصحابه. انتهى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا ما أردنا أن نبينه هنا حتى لا يحدث التدليس عليكم. والغريب أن هذا أندونيسي، الأخ هذا أندونيسي اللي هو يعني المقدم للدرس، وأهل أندونيسيا يتمذهبون بمذهب الشافعي، والشافعية لا يرون الإمام الشافعي وهو المذهب، لا يرون بالقراءة بوصول ثواب القرآن إلى الميت. قال النووي رحمه الله في شرحه على الإمام مسلم: والمشهور في مذهبنا أن ثواب القراءة للميت لا يصل، وبه قال أحمد بن حنبل. انتهى من شرح مسلم، من شرح النووي على صحيح مسلم المجلد السابع صفحة 90. وهو أيضا قول المذهب عند المالكية،
مالكية والشافعية والإمام أحمد دارهم بذلك. الحنابلة متأخروهم، والحنفية كذلك، ومتأخروا المالكية ومتأخروا الشافعية دون المذهب، بعض منهم يرى بذلك. والذي يفصل والذي يأتي إلى أقوال أهل العلم في ذلك يرى أنه لا يصل الثواب للميت. لماذا؟ والمسألة هي خلاف قديم بين أهل العلم، لأن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فهذا هو، نبقى على هذا. أيضا القاعدة الأصولية تقول ما كان ممكنا فعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، فدل أن الفعل بدعة، وأن تركه هو السنة وهو الصواب. والنبي ما عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مات أحد الصحابة، بل مات عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أقام ولا جاب معاذ بن جبل ولا جاب مصعب بن عمير ودون حفظ القرآن وقال لهم اقرأوا عند قبره، أو اجعلوا سرادقا واقرأوا له كما يفعل الناس الآن أيها الكرام الفضلاء، يفعلون يقيمون السرادقات ويأتون بالمقرئين والأموال إلى غير ذلك، ويصرفوها عليهم من باب القراءة للأموات، ويكون بما فيها من إنفاق والبذخ في مثل هذه الأمور أيها الكرام الفضلاء. بل النبي في آخر عمري عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح ذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم، وإيش كان يمنع أن يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام؟ هذه قاعدة أصولية نفيسة. ولذلك بين هذا الكلام الجميل كتاب ماتع بعنوان حكم القراءة على الأموات للشقيري، ذكر فيه تفصيلا في مثل هذه الأشياء، حتى جاء في كتاب الفقه الأكبر لملا علي القاري الحنفي قال: ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، لأنه محدث لم ترد به السنة، وقال الشافعي بعدم وصول ثواب القراءة، واستدل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وبحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وهذه يدل على التخصيص لمثل هذه، ولا يعدى إلى ما سواها إلا ما دل على ذلك من حج عن أبيك واعتمري إلى غير ذلك. ولما النبي قال لسعد بن عبادة كما في الصحيح إن أمي افتلتت ولو كانت حية لأوصت، قال: أفأتصدق عن القناعة؟ عليك بسقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. ما ورد فيه الدليل، ولم يرد فيه الدليل بمثل هذه الأشياء. وفتوى المذهب الحنفي قال الإمام البركوي في كتابه الطريقة المحمدية في الفصل الثالث: في أمور مبتدعة وباطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، ولإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه يسبح أو يهلل له، وكلها بدع منكرة باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا. وقال الإمام العلامة العين شرح البخاري: ويمنع القارئ للدنيا والأخذ والمعطي، والآخذ والمعطي آثمان، والآخذ والمعطي آثمان، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم في هذه المسألة. والحمد لله أحباب الكرام، أو أبواب نفع الميت موجودة وكثيرة، وأعظمها الدعاء: إن الله رفع درجة عبد في الجنة بعد موته، قال: بما يا رب؟ قال: بدعاء أو باستغفار ولدك لك. أفضل شيء الدعاء، ماذا يكلفك في كل وقت في كل حين، في كل وقت وفي كل حين. بل ومنهم من قال كما ذكر يا من النووي رحمه الله، قال: ولما تقرأ الختمة قول: اللهم إني أسألك أن تصل ثواب هذه إلى الميت. طب ولماذا هذا التكلف؟ ولذلك يقول العز بن عبد السلام عن ثواب القراءة للميت: هل يصل أو لا؟ فأجاب: ثواب القراءة مقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره. ثم قال: والعجب من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحجاج. وفي شرح المنهاج لابن النحوي قال: لا يصل إلى الميت عندنا ثواب القراءة على المشهور، على المشهور. وقال الشيخ ابن أبي جمرة كما ذكره الدردير في كتابه الشرح الصغير الجزء الأول صفحة 80 و100: إن القراءة عند المقابر بدعة وليست بسنة، كذا في المدخل. فلذلك كل هذه الأدلة في ذلك كثيرة أيها الكرام الفضلاء، فالإنسان عليه أن يتبع الدليل، حتى وإن قال في مذهب من المذاهب أن يصل ثوابها، لكن الأقرب أن ثوابها لا يصل
وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة، واختار الشيخ بن باز، واختار الشيخ بن عثيمين، واختار الشيخ الفوزان، وهذا الذي عليه الأئمة المحققون، وقال به أحمد والشافعي ومالك رحمة الله على الجميع. أما ما ذكره الحنفية في الدر المختار في الرد على المحتار، وقول من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنه وكان له بعدد من فيها حسنات، نقول هذا كلام غيب من غير دليل، والقاعدة تقول أن الكلام في الغيبيات من غير دليل منطرح لا يعمل به. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبالنسبة لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، قال ابن القطان إمام الجرح والتعديل والعلل، قال حديث مضطرب ضعيف الإسناد مجهول المتن، مجهول المتن، ومن جهالته وأنه يروى عن أبي عثمان عن أبيه، وكلاهما مجهولان. هذا ما تيسر إراده وتهي عدده عن الله ذكري، فإن كان خيرا صابا ذاك حسبي، وإن كان دون ذلك من الشطر من نفسه الله ورسوله من البراء وأخذ عن الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي ورعاة المسلمين واحفظ وارزقني بر يا رب العالمين، ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وسلمني رمضان وتسلم من تقبلني عزيز الرحمن. تم تحرير صوتيا في بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء لشطر رجب، وهو من الأيام البيض التي يستحب صيامها، ويستحب الدعاء بين الظهر والعصر عموما في كل أربعاء لما صح من حديث جابر في ذلك، ونقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وننوه ونعيد ونقول لا يصح في شهر شعبان في شهر رجب مزيد عمل ولا يترتب عليه فضل، وكل ما شرع في ذلك وكل ما قيل في ذلك بدعة، كما نقله ابن رجب في لطائف المعارف، والشقيري في السنن والمبتدعات، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وقال به اللجنة الدائمة، والشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين، والشيخ الفوزان رحمة الله على الجميع. تام الكلام ورب ذي المحمود له المكارم والعلى والدوث، ثم الصلاة على صلى الله عليه وسلم محمد ملح قمر وورق ودخل دعوان الحمد لله رب العالمين.